أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من نكتبتي وضيفنا المتواجد معانا دوما ودائما الأستاذ فهد عبد الجليل بوغازي عمت مساء. مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله مساء المباركة. واليوم راح استكمل حديثنا عن مجلة الرياضي عدد 20 يونيو عام 1977 وراح نروح إلى صفحة اسمها كوكتيل. كوكتيل اي في عام 77 احنا نتكلم شهر 6 1977 اعداد ابراهيم شتله تنافس محلي لانتاج الخيول العربيه. هذه صوره للشيخ طبعا حمد صباح الاحمد هني طبعا اشاده بالاسطبل الدسمان بفضل الاهتمام والوقت الذي يعطيه يعني يعطيه ويوليه عمداء الشيخ ناصر صباح الأحمد والشيخ حمد صباح الأحمد. الشيخ ناصر رحمة الله عليه صباح الأحمد والشيخ حمد صباح الأحمد. فقد قطع الشيخ حمد عهدا على نفسه بأن لا يشتري خيوله من الخارج معتمدا على خيوله المنتجة محليا في مزرعته. وبفضل تركيزه أيضا فنشاهد في دسمان أمهار طيبة جيدة هي أمل مواسم الفروسية المقبلة. هذه صورة للشيخ حمد صباح الأحمد. لفتة نبيلة من المستشار صاحب السمو. قرر سعادة الشيخ عبد الله الجابر الصباح مستشار صاحب سمو أمير البلاد أن تخصص مكافأة مالية شهرية للاعب القدس بنادي كاظمة والمنتخب الأهلي الكويتي جمال غريب، ليس له طبعا ليسر يساعده طبعا في متابعة دراسته في أمريكا ويتمكن من ممارسة تدريبه هناك إلى جانب دراسته. وكانت لفتة نبيلة من الشيخ عبد الله اليابر. طبعا الشيخ عبد الله اليابر رجل دولة أبو أكيد فهد. أكيد يعني هو رائد التعليم صحيح كان والرياضة رئيس دائرة المعارف ورئيس دائرة البلدية صحيح ورئيس دائرة المحاكم وفهد فلاعب لا وغيرها طبعا لا باع طويل صحيح. في يعني البدايات الأولى للمؤسسات والدوائر في الكويت. أصغر لاعب تنس بالنادي البحري بدليل أنه لم يتخلى عن المصاصة في فمه. حاطين صورة طبعا. النادي الأهلي السعودي ينتزع بطولة المملكة من نادي الهلال. أحرز نادي الأهلي بجدة بطولة المملكة كرة القدم هذا العام بعد أن فاز على نادي الهلال بالرياض في مباراة تمت بينهما تحت رعاية جلالة الملك المعظم. فقد سجل الأهلاويون 3 أهداف في مرمى الهلال مقابل هدف واحد. جميع الأهداف سجلت في الشوط الثاني في المباراة. وشادوا طبعا يعني في نادي الهلال الذي كان مستواه يعني متردي جدا باستثناء حارسه ونجمه المتألق إبراهيم اليوسف حارس مرمى نادي الهلال. هذا أذكر كان يلبس مثل ناس يقولون طاقية ناس يقولون بس ما هو كبوس. هذا تصدى لركلة جاسم يعقوب. يعني جاسم يعقوب نادر أن يضيع ركلة جزاء. يمكن يضيع 3 أو 4 ركلات جزاء تاريخه مشواره الرياضي كله. لكن نادي الهلال حضر الكويت هني وباستاد نادي الكويت لعب مبارتين تعادل الأولى 1-1 مع نادي الكويت. أحرز هدف الكويت عبد الجبار عبد القدوس ولعب مع القادسية وتعادل 1-1 وأحرز هدف القادسية فيصل الدخيل. لكن جاسم أضاع ركلة جزاء تصدى لها إبراهيم اليوسف. طبعا كان هناك نجم مباراة إبراهيم اليوسف نعم علاوة على أنه نجم فريق الهلال. ويضيف النادي الأهلي بجدة هاي البطولة إلى عدة بطولات كان حققها أكثر من عام. يعني هذا تكلموا على نادي الأهلي. في خبر من سيخالف فرانز باكنباور من سيخلف يخلف من سيخلف فرانز باكنباور في ألمانيا من راح يكون بديل فرانز باكنباور. هذه نتابع بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين لا تبعدون خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا. وإحنا في البارت الأول كنا مع مجلة الرياضي 77 ووقفنا عند من سيخلف نعم بيكنباور
القيصر بيكن باور نجم الباير بايرن ميونخ ونجم منتخب ألمانيا. طبعا صرح هاليمون شون مدرب الفريق الألماني هيلمنشون مدرب الفريق الألماني لصحيفة رياضية إيطالية في حديثة قال فيه إن المشكلة اللي راح تواجهني حاليا هي عدم وجود من يحل محل اللاعب فرانز باكنباور في قيادة اللاعبين. يعني هو بقائد هيلمنشون مدرب منتخب ألمانيا استلم التدريب بعد كأس العالم 62 لغاية 78، أحرز المركز الثاني 66 في كأس العالم في إنجلترا الثامنة والتاسعة في المكسيك، أحرز المركز الثالث والعاشرة في ميونخ أو في ألمانيا، أحرز المركز الأول وأحرز بطولة أمم أوروبا 72 والمركز الثاني في بطولة أمم أوروبا 76 بعد خسارتهم من التشيك، والكل يتذكر لعبة بانيلكا البلنتي في ركلات ترجيح الأخيرة اللي حسم فيها منتخب التشيك المباراة، لكن كانت آخر قيادة للفريق في كأس العالم 78. نعم. اعتزال بوبي مور، لعب 1000 مباراة وقاد المنتخب الإنجليزي في 180 مباراة دولية. هذه صورة جماعية لبوبي مور يتوسط منتخب إنجلترا 66. بطل كأس العالم 1966، حمل كأس العالم 66 بوبي مور ونجم ويست هام. انتقل بعدين راح لعب في الدوري الأمريكي مع نادي إكسبرس وجو الكويت هني، ويومها خسر من القادسية 4-2 فيصل الدخيل تعملق وحرز 3 أهداف تقريبا، وأيضا لعب مع العربي بنفس الفريق ويومها فتحي كميل أحرز هدف جميل جدا بعد ما اجتاز بوبي مور وربعه يعني اللي وياه. نعم. طبعا منذ أسبوعين لعب بوبي مور الذي يعتبر من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم وأعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، والرجل اللي قاد منتخب إنجلترا الفوز بكأس العالم فهد عام 1966 في إنجلترا. طبعا مباراته الأخيرة في لندن أمام جمهور غلبت عليه المشاعر، عمره 36 سنة، أعلن اعتزاله كلاعب بعد تاريخ حافل ظهر فيه في 108 مباريات. طبعا لعب طبعا أبو فهد يلعب لإنجلترا في جميع مباريات مهمة في كرة القدم الإنجليزية، حضر حوالي 10,000 شخص ليشاهدوا مور وهو يلعب مباراته الأخيرة لصالح نادي فولهام من فرق الدرجة الثانية اللي انضم إليه قبل موسمين ليختم في حياته كلاعب. قبله كان في ويست هام، حتى جورج بيست يعني هداف منتخب إنجلترا وصاحب الهاتريك في نهائي 66 كان يلعب وياه في نادي ويست هام. اي نعم. بعدين راح نادي إكسبرس الأمريكي، طبعا قبلها فولهام موسمين بعدين راح لنادي إكسبرس الأمريكي. وطبعا بعد المباراة طبعا غرقت عيونه يقول مور بالدموع، كأنه راح يترك اللعب يعني يترك الكرة. يعني هذا يمكن عندنا مدرب أمريكي لفرق السعودية الرياضية، أعلن المدرب الأيرلندي ميشيل بيري أنه أبرم عقدا مع المسؤولين السعوديين لكرة السلة والإشراف عليها، وكان بيري مدرب منتخب السويدي لكرة السلة منذ عام 73 لعام 75 وعمره الآن 38 سنة. يعني هذا صنع تجوري وغازي تجوري صورة بوبي مور لاعب منتخب إنجلترا، صورة جميلة للكابتن بوبي مور نجم منتخب إنجلترا. ننهي فيها حلقتنا أعزائي المشاهدين، لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أني أشكركم على المتابعة وأشكر زميلي فهد عبد الجليل، لكن الصورة هذه مو صورة بوبي مور، أتشوف صورة منه ما أدري، بس بوبي مور كاهو اللي معاه الكاس في الصورة الجماعية، نحط إحنا الصورة هذه الجماعية الجماعية إنجلترا. لكن الصورة اللي تحت مو صورة بوبي مور، لا أنا قصدي صورة يمكن بوبي مور لأن بوبي مور هني مع الصورة الجماعية مع اللاعبين وحامل الكاس. نعم. على يمينه جورج بيست، مو جورج بيست، جيف هيرست اللي أحرز هدف 3 أهداف في النهائي وجاي درب نادي الكويت هني في بداية الثمانينات. أعزائي المشاهدين، لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أني أشكركم على المتابعة وأشكر زميلي فهد عبد الجليل، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.